كلون؟ في سلاك كتير هون. استنى شوي لألا. شوف القاطع عينيك، شوفه مثل ما توقعت. هاي القاطع شفت طلع نازل، ارفعه. ها اجت الحلقة. امشي نرجع نروح. يلا هي اللي خطرت لي هالفكرة. أكيد كالفي بتكون استغلت الفرصة وهربت، وهلأ هي هيك صار فيها تلتقي براغافا على راحتها. أساساً أنا هذا اللي كان بدي إياه، بس راغافي يطلق بنتي أنا بيرتاح قلبي على الآخر، ووقتها كل أملاكنا رح ترجع. وينه لهلا؟ طلع بيشوفني هون على العشرة، الساعة 10:30 وراغاف لسه ما اجا. دخيلك يا ربي، معقول يكون عمل بحاله شي شغلة؟ يا ربي هلا انا شو بدي ساوي؟